عامله ايه؟ عامله ايه؟ بعد ما اتباع بقى دخل الجيش، قعدوا بقى يحاجبوا بيه وقعدوا يقولوا له هو يعمل ايه وينزل يقاتل فين وكده، لحد ما ترقوا بقى قائد الجيش ده كله. ومش بس كده، وقت ما كان ينزل حرب كانش ينزل مع اي حد، كان ينزل مع واحد اسمه نجم الدين ايوب. عارفه نجم الدين ده كان عامل زي كان رئيس البلد كده ماشي. فرنسا والفرنسيين زمان كانوا عايزين يحتلوا مصر، فهو كان حارب مع نجم الدين ايوب. نجم الدين ايوب في الحرب بقى تعب، رجع بلدهم عشان يستريح شوية بعد اللي حصل له في الحرب، فمات هناك. مين بقى اللي تحكم؟ مراته شجرة الدر اتحكمت من ورا الناس كلها، وقالت له ان هو يفضل يكمل زي ما هو كده لحد ما يظبطوا احوال البلاد. تمام. قامت شجرة الدر دي كلمت ابنها، وابنها بقى رجع من المكان اللي هو كان فيه ويفضل الحال زي ما هو كده لحد ما بيبرز يكسب الحرب ويرجع تاني القاهرة، او يرجع تاني المقر الحكم. تمام. هو يفضل زي ما هو قائد الجيش لحد بقى ما الدنيا كلها الناس تموت وناس يشيلوهم، والمماليك كانوا عايزين يشيلوهم وبعد كده محدش عارف يشيلهم. هو زي ما هو فضل دايما قائد الجيش ده. بعد ما طهران شاه مسك حكم مصر ابتدى يشيل المماليك واحد ورا التاني. اي حد في منصب مملوكي كان او اي حد كان في منصب لازم ان هو يبقى حاجة غير المماليك. ما طبعا هو اصلا ابوه اللي جاب المماليك دول مصر علشان يقوموا يشتغلوا فيها. ايه يعني ازاي يعني يقوموا ياخدوا مكان البلد وازاي يبتدوا حكم مصر؟ فما ينفعش. هو مرضيش بحاجة زي كده وابتدى يشيلهم واحد ورا التاني. بس كان في حد مرضيش يسكت، شجر الدر. هي لما شافت ده بيحصل مسكتتش، قامت موتته، وقامت هي اللي بدأت تحكم مصر لوحدها. وطبعا الموضوع كان بس يا ترى الموضوع يكمل على كده؟ لا طبعا، في ناس ما عجبهمش ان في ست بتحكم البلد، بعتوا لها رساله يا اما ان هي تتجوز حد يوم هو يحكم مصر، يا اما هم هيجيبوا حد من عندهم يحكموا.
قامت ايه اتصرفت، جابت واحد اسمه عز الدين ايبك اتجوزته، بقت هو بقى اللي بيحكم مصر. قام يروح يتجوز واحدة من الاميرات عشان يثبت لها ان هو مش اي حد يقدر يقول له اي حاجة يعملها وخلاص. تقوم شجرة الدر تسكت، قامت هي قتلت ايبك. ساعتها ايبك مش كان بس متجوز شجر الدر ومتجوز الاميرة، كان متجوز واحدة كمان معروفة بأم علي. قامت هي كلمت واحد اسمه سيف الدين قطز وقالوا ان هما لازم يموتوا شجر الدر، وفعلا تآمروا عليها وموتوها. مين بقى اللي يفضل يحكم؟ ما ينفعش قطز، هو ملوش دعوة ومش من سلالة، مش من سلالة ملكية ان هو يحكم. بس علي ابن ام علي هو ده اللي ممكن يحكم، كان عيل صغير ساعتها. الملك الملوكي شرقا وغربا القان الاعصم الى قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى الاقاليم. ان نحن الجند في الارض، ان نحن جند الله في ارضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر، ونحن عزمنا مصدرا، فاتعظوا بغيركم واسلموا لنا امركم قبل ان ينكشف الغطاء فتندموا. نحن لا نرحم من بكت ولا نرغب لمن اشتكت، وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الارض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فاي ارض كانت واي طريق تنجيكم واي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خراصي ولا من مهابنا مناصب، جمع كل مسؤولين الجيش وجمع الامير وجمع علي وقال لهم ان الراجل ده او الولد ده طفل ما يفهمش حاجة في الحكم، لازم يتغير. وقام عمل انقلاب عليه ومطلعوا يحاربوا التتار. هنا بقى يخش بيبرس في الحكاية، هو كان قائد الجيش وكان دايما قائد الجيش في الحكاية دي، فهو اللي راح يحارب التتار. بس هو هناك عرف ان قطز ناوي يخونه، ناوي يغدر بيه بعد ما يرجعوا من الحرب. اما هو هنا استغل فرصته، وهم راجعين موت قطز، وقام هو بقى الحاكم على مصر وبنى المسجد بتاعه. بعد ما حكينا بقى حكايه الزاير بيبرس، هنحكي في حكايه الجامع اللي هو بناه. عندما تولى الملك الظاهر بيبرس الحكم، فقد شرع في إنشاء جامع، وتم إنشاء هذا الجامع سنة 665 هجرية وأكمله سنة 667 هجرية. وقد شهد هذا الجامع تغيرات كثيرة، منها عندما جاء الفرنسيون إلى مصر ركبوا فيه المدافع واتخذوه قلعة، ثم تحول في عصر محمد علي إلى معسكر لطائفة التكارنة السنغالية، ثم إلى مصنع للصابون، وأخيرا تحول إلى المذبح في عهد الاحتلال الإنجليزي. وفي سنة 1893 أثارت واهتمت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح هذا الجامع وحاولت إرجاعه إلى مهمته الأصلية. ويعتبر هذا الجامع من أكبر جوامع القاهرة، حيث تبلغ مساحته 103 في 106 مترات، ولكن لم يتبقى منه كثير، فقد تبقى منه حوائطه الخارجية وبعض عقود رواق القبلة، كما أبقى الزمن على كثير من تفاصيله الزخرفية، سواء القصية منها أو المحفورة في الحجر.
وهذه البقايا تعطينا فكرة صحيحة عما كان عليه هذا الجامع عند إنشائه من روعة وجلال وجمال. وذل تخطيطه على نص قاهره من الجوامع المتقدمة، فإنه يتألف من صحن مكشوف ويحيط بهذا الصحن أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة، وكانت عقودها محمولة على أعمدة رخامية فيما عاد أن مشرفها، فقد منها على الصحن فقد كانت محمولة على أكتاف بنايات مستطيلة القطاع. كذلك صف العقود الثالث من شرق كانت عقوده محمولة على أكتاف بنايات أيضا. أما عقود القبة التي كانت تقع أمام المحراب فإنها مرتكزة على أكتاف مربعة بأركانها أعمدة مستديرة، وكانت هذه القبة كبيرة جدا مرتفعة على عكس نظائرها في الجوامع السابقة، فإنها كانت صغيرة متواضعة. أما وجهات الجامع الأربع فمبنية من الحجر الدستور، وفي تحت بقى عليها شبابيك معقودة، وتوجد بشرفات مسننة، وتميزت بأبراجها المقامة بأركان الجامع الأربعة، وبها ثلاثة مداخل بارزة عن سمة وجهتها. وأكبر هذه المداخل وأهمها يقع في منتصف الوجهة الغربية قبالة المحراب، وقد حل هذا المدخل كما حل المدخلان الآخران والواقعان بالوجهتين البحرية والقبلية، وتميزوا بمختلف الزخارف والحليات، فمن صفوف معقودة من مخوصات إلى أخرى تنتهي من بقرصنات ذات محاريب مخصوصة إلى غير ذلك من الكثير من الوحدات الزخرفية الجميلة، والتي اقتصب أغلبها من زخارف وجهات الجامع الأقمر والجامع صالح طلائع وآخر المدرسة الصالحية. وتقع المنارة في منتصف الوجهة الغربية أعلى المدخل الغربي في هذا الجامع. فهمتي؟ فهمت يا جد. حلوة الحكاية.